عمالة الأطفال في العراق. بسبب الفقر والجوع يضطر الكثير من الأطفال إلى الخروج للعمل وترك دراستهم، وذلك لإعانة وإعالة أهلهم في ظل تجاهل وإهمال الحكومة الواضح لهذه الشريحة. طفل من أهالي مدينة الموصل نازح إلى مدينة كركوك يعمل في صبغ الأحذية، أجلكم الله، أتعبه العمل وحر الجو فنام على الرصيف في أحد طرق المدينة. فنشاهد. مريت من هنا شفت هذا الولد الشاب نايم بالشارع بالرصيف ظهرية ساعة بالوحدة ونص كركوك، هلا قاعدة أشوف شبيه ما بيه ماكل شارب. يا ولد يا ولد الله يساعدك الله يساعدك، شلونك صديقي شبيك حبيبي؟ يا ولد شبيك؟ ليش تعبان؟ اقول لك ليش نايم هنايا؟ ما عيني تعبان ماكل شارب؟ ها شو اسمك انت؟ شو اسمك انت؟ محمد. وين قاعد محمد؟ ها انت وين اهلك؟ من وين انت؟ من الموصل. مهجر هنايا على راسي يا فندق. هاي مشتغل عندك؟ هذا المشتغل هن بس اذني. الله يرزقك ان شاء الله حبيبي. صار لك ايش قد بكركوك؟ ها عيني صار لك ايش قد بكركوك؟ سبع. يلا متغدي؟ يلا خلينا نقوم، قوم خلينا نروح نتغدى. انا وياك تسوي وانا ما بغدي. قوم محمد. هاي نسخه له، نسخه منها للحكومه العراقيه. مع الاسف هذا الشاب الحلو من موصل مهجر قاعد بكركوك